نفذت إدارة المعهد الأمريكي لأن يكون الانفجار الذي وقع اليوم بشارع بغداد بصنعاء يستهدف مبنى المعهد. وقال المدير التنفيذي للمعهد عزيز الحدي في بلاغ صحفي لم يتم استهداف مبنى المعهد بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المعهد كان مغلقا اليوم تماشيا مع قرار الحكومة اعتماد السبت إجازة رسمية. مصادر إعلامية قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن الانفجار وقع في الساحة الواقعة أمام المعهد والمخصصة كموقف للسيارات، مشيرة إلى أن الانفجار لم يخلف أي إصابات وأنه وقع أثناء احتفال أقامه المعهد بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلابه.